بيطيق بط و و طو اي او يو طو يو ار طيور طارق يا قوقو يا قو ال يقول نقاط القول راح يجي وراها شنو اف اي في في داري انا دارينا ليش من تهجة تحجون وياي من تهجة أنا لا حد تهجة وياي أكمل أنا تهجة تهجون وراي دقا داري إن أنا دارينا بيطيق بط في دقا داري لطف في في لطفي مو لو ال لو لو طق لط في في لطفي لو طق لط في في لطفي لو طق الصبور هنا ويز في 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 دقا داري طالب بو البول طائر طار انتبهوا علي عندكم بالكتاب بالقراءة بط حاطين عليها شدة الطيء الشدة ما موجودة بيطيق بط يعني ماكو شدة الشدة شنو نحذفها عندك هنا ايضا هنا الشدة حاطين على الطيء ايضا نحذفها بيطيق بط ما عليها شدة ووز ايضا حاطين لك عليها شدة احنا نتجهها ويز وز ما عليها شدة تمام ننتبه عليها عندك هنا طار حاطي لك فتحة عطي ماكو هي طائر طار تمام يعني انتبه على كلمة بط ما عليها شدة ووز ما عليها شدة من ترجعون قا ماما ذني ما موجودة تمام وطار ايضا ماكو موجودة الفتحة على الطير تمام تعالوا نشوف كلمة بط كم مرة بالموضوع 1 2 نتجاها بط زين البط والطيور شي غلط جسمها الريش شي غلط جسمها الريش بيش تتكاثر بالبيض بيش تتكاثر بالبيض زين طارق شنو يعني طارق اسم ولد طارق اسم ولد لطفي اسم ولد وطالب ايضا اسم ولد زين بلبل احنا اخذناها بالتدريبات بلبل بها حرف متكرر مرتين بها حرف متكرر مرتين شنو حرف الباء متكررة مرة جاية أولية مرة جاية وسطية والإن مرة وسطية مرة آخرية منفصلة عندك بلبل ولقلق أيضا بها حرف متشابهات تمام رسول الصبور هنا زين طالب قلنا أيضا اسم ولد زين عندنا حرف جر بالموضوع من هو في صبري يا قوته في حروف الجر اخذناها من هي في ومين من تفوت عن كلمة شو تسوي لها ليش تجرها وتكسرها حروف الجر قلنا في ومين من تفوت عن كلمة شو تسوي لها تجرها شوف هنا داري ليش كنت داري القرش بيها
مكسورة. ليش انكسرت؟ بالكسرة. انكسرت بالكسرة. ودارينا دارينا قبل شنو اجى؟ في سوت لها جريتها وكسرتها. بايش كسرتها؟ بالكسرة. هسه في داري وفي داري كم مرة جبتي؟ مرتين. في دارنا مرة واحدة. زين طالب كم مرة؟ مرتين. بلبل كم مرة؟ مرتين. عفية بالأبطال. زين وز ولا أخذنا موضوع؟ بس زينب يا حرف كان بيها؟ إز. صفقوا نفسكم يا أبطال.